نروح للأنشطة الثقافية بقى في النادي الأهلي، وتحديدا هنا هتكلم عن مقر النادي الأهلي بالجزيرة وافتتاح معرض الأهلي الأول بنتكلم للكتاب بالتعاون مع النادي والهيئة المصرية العامة للكتاب، هنا بمشاركة 22 دار نشر، المفروض أنه هيستمر يعني حتى 29 من هذا الشهر الجاري. خلينا نروح نتابع بالظبط يعني المشهد بشكل كده زي ما بيتقال لايف، وبعد كده نرجع نكمل. سعداء جدا احنا بالتعاون والمشاركه النهارده مع النادي الاهلي في اقامه المعرض الاول للكتاب في ارض النادي. الفضل طبعا يرجع للجنه الثقافيه الموجوده بالنادي الاهلي، لان دي كانت من ضمن الافكار اللي عرضت كثقافه، بالتعاون طبعا مع وزاره الثقافه الهيئه العامه للكتاب بالتنظيم مع النادي. النهارده بنشوف الدوره الاولى لهذا المعرض، اتمنى انها تكون الاولى ويكون في دورات كثيره، لان اعتقد ان هيكون فيها اقبال شديد جدا. مشاركه كبيره من وزاره الثقافه بخمس قطاعاتها من خلال التنظيم الحقيقه، واكثر من 14 دور عرض، ودي كمعرض اول طبعا شيء مهم وعظيم جدا. اعتقد ان شاء الله لو استمرنا ممكن يكون في مشاركات اكبر بكثير. النهارده حدث ضخم جدا، اول مره يتعمل، مش اول مره، ده تقريبا اول مره يتعمل جوه النادي الاهلي، مش من كام سنه، هو ان احنا تحدثنا مع وزاره الثقافه، ودكتوره ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه رحبت بشده بفكره انه تعمل معرض في النادي الاهلي للكتاب، ودكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئه العامه للكتاب اتكلم. المكان فيه اكثر من 25 دار نشر، يعني في بتوع وزاره الثقافه وفي دور نشر من بره وزاره الثقافه، وعاملين كلهم تخفيضات ما بين 30% ل 40% لكل اعضاء النادي الاهلي على الكتب بتاعته. هي فكره ان احنا بندور كلنا على السعاده في الحياه، منها حتى هو فيها شق رياضي، تلت الروايه 300 صفحه حوالي 70,000 كلمه، تلتها رياضه فيها بتتكلم على انه بعض اولياء الامور او اولياء امور كتير بيجبروا اولادهم هم يلعبوا حاجه مش حابينها، فبالتالي في الاخر الرياضه ما بتنجحش، الولد ما بينجحش في الرياضه اللي هو حاببها. بنحقق الشخصيه اللي في قلب الكتاب، بيحقق رغبه ابنه فيه، وفي الاخر لما الولد يكبر ويختار المجال تاني خالص ينجح فيه ويبقى من اشهر المشاهير، فهيلاقي سعادته هنا. احنا كدار تشكيل طبعا مشاركين في معرض الكتاب الاول بالنادي الاهلي، سعداء بالتواجد في النادي، وسعداء ان احنا يعني لاول مره ينظم معرض كتاب داخل النادي الاهلي. طبعا مشاركه متميزه، شايفين انه البدايات مبشره جدا، انه الجمهور واعي ومثقف ومهتم بالقراءه ومقبل على فعاليه ثقافيه مهمه زي دي، ففي الحقيقه نتوقع ان هي تكون مشاركه عظيمه جدا ومشاركه رائعه، وان شاء الله تكون موفقه. الحمد لله طبعا يعني احنا عندنا 22 دار نشر موجودين، هيقعدوا من النهارده لغايه يوم 29، ودي حاجه اعتقد سابقه، اول مره تحصل في تاريخ الانديه عموما الرياضيه يعني، وحاجه مشرفه طبعا بنفتخر بيها كلجنه عليا ولجنه ثقافيه والنادي الاهلي كله طبعا. والحقيقه لازم نشكر الإدارة التنفيذية في وجودها معانا في الموضوع ده من أول يوم، والتعب اللي بتعبوه معانا والعلاقات العامة والأمن والخدمات، الناس بصراحة ما بيتأخروش عن مساعدتنا كلجان أبداً.